أعزائي الكرام، أعزائي الشيخ الكرام، What's up brothers and sisters؟ فيديو جديد. المهم هادي شي شهر ما حطيناش شي فيديو، والسبب راكم عارفين السبب، لاش كانوا بعض الامتحانات اللي ما كناش كنراجعوا ليهم، وما كيكونش عندك الجهد باش انك دير فيديو. نقول لكم عاوتاني تعطلت عليكم وداكشي. المهم انا جيت لكم بهاد الفيديو هادي، طحت عليه واحد الفكره. انا راه ما كاينش فغين، داكشي علاش فهمتي ملي كنكون فغين كندير الفيديوهات بزاف. جيت عند صحابي هنايا في مدينه باريس، عاصمه الاضواء، عاصمه الاضواء والانوار، وجينا نهضروا لكم في واحد الموضوع. وهذا السيد هذا من بعد غادي يدير حتى هو التدخل ديالو الا بغى الله، الا بغى الله يقدر يعطينا حتى هو الفيدباك ديال الاكسبيريونس ديالو. هو راه كاين هنا من شحال هادي وخدام ودار شي واحد. الموضوع هو كيفاش تلقى ستاج دو فان ديتود، حيت ديجا هضرت على كيفاش تلقى ستاج اون جينيرال، ودابا غندوي على داك ستاج ديال سيمون اللي كدير ملي كتشد الماستر. عندك واحد سيمون ديال ستاج خصك ديرها باش تفاليدي، باش تفاليدي سميتو ديالك، باش تفاليدي الدبلوم ديالك. المهم غنعاود لكم انا على الاكسبيريونس ديالي. انا فراسكم بلا ملي كنت في ام ان العام اللي فات درت واحد ستاج، ماشي اوبليغاتوار حيت في ام ان مكيكونش ستاج اوبليغاتوار، غير الا بغيتي ديرو صافي. الصراحه انا كنت قلبت في لينكدين، كنت كنقول لكم ديما قلبوا في لينكدين معروف هادي، وفي انديد، وكاين واحد السيت اخر غنخليه لكم سميتو ويلكم تو ذا جنجل ولا ما عرفتش حاجه بحال هكا. هادو هما فاش كنت كنقلب، ما كنتش كنقلب في شي حاجه اخرى. سورتو هاد ويلكم تو ذا جانجل زوين بزاف، سورتو فهاد لي ستاج دو فان ديتود. وعاد عاوتاني كاينه ديك كونديداتور سبونتاني، انا غادي نجيكم كيفاش ديروا داكشي. المهم بور لانستون انا قلت لكم درت واحد ستاج في ام ان، درت فيه 3 موا ودمي، ماشي اوبليغاتوار، انا درتو غير باش نتخلص الصراحه، وباش المهم تزاد لك في الاكسبيريونس. واخا انا داكشي ما كان، حيت انا ديجا عندي بزاف ديال الاكسبيريونس فهمتي. انا كنت باغي نديرو غير على وديت الفلوس، وباش ما نبقاش الصيف كامل وانا جالس فهمتي، حيت كون ما درتوش كنت غادي نمشي للمغرب، ولا كنت غادي نخدم جوب ايتيديون، ما كنتش غادي نبقى جالس. قلت لهم ما ندير ستاج حسن، واخا في الجوب ايتيديون زعما تقدر تجيب اكثر من ستاج دي فوا الا كنتي تخدم ديما وبزاف ديال السوايع. المهم ماشي هذا هو الموضوع. دابا فاش انا عندي العام الاخر اللي هو ام 2، بديت كنقلب على ستاج، بديت كنقلب الصراحه دوزت بزاف ديال زعما دفعت بزاف ديال الشركات في لينكدين. ما تنساوش كاين واحد اللوغو كتلصقو مع التصويره ديالك مكتوبه فيه هاشتاغ وقيلا اوبن تو وورك ولا شي حاجه، ولا اوبن فور اوبورتونيتي شي حاجه بحال هكا. كتقول لهم زعما راني ديسبونيبل زعما اليكود دو مارشي، كتاجوتي التصويره دو بروفايل ديالك باش الناس اللي كيكونوا كيقلبوا كيعرفوك بانك ديسبونيبل فهمتي. دفعت في هاد ويلكم تو ذا جانجل هذا زوين، هذا السيت هذا كنت وريته لي واحد البنت زوين الصراحه، هذاك الشيء عندهم بروفيسيونيل وفيه الخدمه، وكتفيلتري باغ فيل فهمتي. كتقول لي مثلا بغيت فغين وبغيت في هذا الدومين هذا، وكتقول لي مثلا بغيت ستاج ولا فيه حتى لي سي دي وداك الشيء، انت كتفيلتري ستاج باش ما يخرجوش لك كاع لي ريزولتا. بلوس هاد لي سيت اللي قلت لكم كاين واحد السيت كيكون في شاك يونيفرسيتي الله اعلم، مهم في ديال غير ان كاين. كنقول لكم على الناس ديال الانفورماتيك، عندهم واحد السيت ديالهم بحال جوجل بحال موتور دو ريشيرش، ولكن موتور دو ريشيرش غير ديال ستاجات. مثلا كتكتب داتا كيخرج لك كاع لي ستاج ديال الداتا، ماشي غير في غين، في كاع المدن كي، حيت هو بحال قلتي كي سونتراليزو فيه كاع لي ستاج اللي كاينين. بديت كندفع هنا كندفع هنا، واحد الوقيته دفعت ستراسبورغ، واحد الوقيته بديت غير كندفع فهمتي، خفت لان ما نتقبلش في غين وداكشي، بديت كندفع. دفعت ستراسبورغ، دفعت في تولوز، دفعت في نونت، وغين بيان سور هي اللي دفعت فيها بزاف. عيطات عليا اول وحده قالت لي اونتروتين، قلت لها داكور. اول اونتروتين كيعيطوا لك تليفونيك، غير كتعيط عليك، ماشي اونتروتين غير كتعيط عليك، كتقول لك شنو ستاج بغيتي، كتقلب واش دو فان ديتود، امتى تقدر تبدا، شنو كتقرا، وصافي بحال هكا. المهم كتجمع عليك معلومات، حيت انت ديجا صيفطتي لهم السي في، فاش كتكون هضر معاك في التليفون هي كتبدا تنوضيف السي في ديالك، لي ديسبونيبيليتي ديالك، وفاش بغيتي ستاج، وشحال المده، واش بغيتي بري امبوش، واش بغيتي زعما تخدم معاهم من بعد. المهم كاع هادشي، شحال تقريبا باغي في ستاج فهمتي. هذا لونتروتيان الاول، الا دزتي مزيان هذا غالبا كلشي كيدوز مزيان، حيت غير كتعطي المعلومات ديالك. من بعد كتقول لك راه غادي نديرو لونتروتيان اخر افيك بحال واحد لونتروتيان تكنيك، يعني ما غاديش تدوزو مع الار اش، غادوزو مع غالبا هذاك اللي غيكون ريسبونسابل ديالك ولا تيتور ديالك. كتولي كتهضروا ديك الساعه في الميتي شنو كتعرف دير، شنو ليكسبيريونس اللي درتي، كتعاود ليه عاوتاني كلشي داكشي اللي درتي في السي في، شنو درتي في هذا الستاج. المهم كتعاود ليه داكشي، المهم راكم عارفين راه ما يمكنش تكون عمركم دوزتي شي اونتروتيان، ولكن كاينين الناس اللي ما عمرهم دوزوا. المهم كاين اللي باقي زعما يلاه اول مره غيدوز اونتروتيان وداكشي،
وما تخلعوا ما والو داكشي عادي، ديما كن مرتاح فهمتي، وقول داكشي اللي عندك راهو ما راه فهمتي، راه عارفين بلي الواحد باقي فريشمون ديبلومي وداكشي ما كيكونش عارف، حتى يهضر دي فوا ما كيكونش عارف ودي فوا كيتلاف. المهم نتوما حاولوا واحد القضيه، واحد النصيحه اللي نعطيكم، مثلا عندي واحد ستاج، عنده واحد حيت اي ستاج عنده لا ديسكريبسيون ديالو، شنو هي الديسكريبسيون ديالو، هو السوجي ديال الستاج اللي غادي تخدم عليه، ولي كومبيتونس لي باغين، والسميه ديال الشركه. انت اش كدير مثلا عندك كونتروتيان، حيت هما غالبا كيديروا ا ديسونس، هادو اللي دوزت كاملين ا ديسونس، كتفطر ليك لو ليان ديال تيمز وكتروجواني هذاك سميتو، كتبان انت فيديو هما فيديو، كتبقاو تهضروا. دي فوا كديروا غير مع التكنيك بوحدو، ديك الانسان اللي مختص بالتكنيك، دي فوا كديروا مع جوج ديال الناس، واحد ديال الار اش وواحد ديال التكنيك، وهذاك ديال الار اش غير كيديريجي لا كونفرساسيون، وانت كتبقى تهضر مع التكنيك، وهذاك الار اش كيجاوب على الاسئله ولا كيبوزي الاسئله اللي عندهم علاقه بالار اش، والتكنيك كيسولك على داكشي ديال التكنيك، وما كيكونش داكشي صعيب بزاف الصراحه. هادو اللي دوزت ما كانوش صعب من غير شي وحدين كانوا باغيين. المهم هادوك لي ستارت اب كيبغيو شي واحد يكون مجهد وشي واحد اللي يكون اوتونوم، يعني شي واحد ديجا ناضي في الدومين ديالو فهمتي، حيت كتكون ستارت اب فهمتي صافي. هي هذيك النصيحه اللي قلت لكم، مثلا انا غدا عندي اونتروتيان، غنمشي نقلب على الشركه، مثلا سي جي اي، هضرب سي جي اي وغادي تشوف مثلا شحال عندهم من سالاري، شحال تقريبا الشيف دافير اللي كيديروا، هادشي كامل راه كتلقاه في الانترنيت. شنو هو الدومين ديكسبيرتيز ديالهم، مثلا داتا ساينس، بيك داتا، ديجيتاليزاسيون. المهم خاصك تعرف معلومات على الشركه، ودي شيفر، لي شيفر راه ديما هو شيفر دافير، وشحال من واحد خدام، وين تتكريات هذيك الشركه، ويلا كاع بغيتي تزيد عاوتاني تقلب بزاف، تقلب على لي نيوز ديالهم، شنو داروا، واش شراو شي شركه، هذه تقدر ديرها تقدر ما ديرها، الا درتيها غيعرفوك بانك قلبتي في الشركه مزيان. هذه من جهه، هاد الحاجه هي تنوطي كلشي، تاخذ ورقه تنوطي هادشي الدفتر ولا اللي بغيتي. انا كنشد ورقه كنكتب فيها الشركه، كنكتب عليها واحد الباراغراف صغير، ولا غير مثلا شي سي ا شو دافير طنطن امبلوي طنطن 2001 دومين ديكسبيرتيز طنطن، حيت غالبا غيسولوك شنو كتعرف علينا، هادي خصك تعرف، هادي غتقول لهم سي جي اي فوالا، هادي اللي داخل في الدومين ديالكم، هادي قول داكشي اللي قلبتي اللي لقيتي انت في الانترنت، هادي بوحدها غتكتبها في واحد الورقه وتحاول تحفظها فهمتي، باش ملي تكون كتهضر ما تحتاجش تشوف في الورقه ديالك. وبالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يحفظوا بحالي، غتشد ديك الورقه غادي تلصقها مع البيسي بحال هكا، وملي كتكون كتهضر دير راسك بحال كتفكر، وشوف الناس اللي ما كيقدروش يعقلوا على جمله واحده حيت هي ما غاديش تعرف واش كتشوف من غير كنتي لابس نظاره، يقدر يكون هذاك الغفله، ولكن دير تجارب انت قبل ما تدخل، دير تجارب، دير تصور فيديو انت وراسك وانت كتهضر، مهم جمعي راسك، استعد للونتروسي، استعد عادي، وراه ساهل داكشي، ويلا كاع ما تخديتيش كدوز عاوتاني مع واحد اخرين فهمتي. كاين اهم حاجه حيت صعيب تشد ديجا اونتروتيان ديال ستاج، صعيب انا صعيب تلقى ستاج. خصكم تعرفوا هاد اللعيبه، صعيب تلقى ستاج، خاصك ديجا تعرف هادي. انا كنهضر ماشي باش نفشلوهم ولا حاجه، ولكن صعيب عادي، بغيتي ستاج وبغيتي تخدم من بعد وبغيتي تخلص ستاج، صعيب واش غنقول لك ساهل، ولكن كتلقاه في الاخر، في الاخر كتلقاه الا قلبتي بزاف كتلقاه. انا كنعرف واحد الدري راه دوز 100 اونتروتيان، وفي هذوك ال 100 كاملين جاوبوا 10، هذه معروفه. انا الصراحه قاعده، اسمح لي، قاعده عامه، كل 50 سي في تبعتي عندك لا شونس ديال واحد، تكون عندك واحد اونتروتيان، يعني 100 سي في يلاه جوج، ولا تقدر دوز دوز اونتروتيان. نتوما ما خاسرين والو، غدفع وغنوريكم واحد الطريقه اخرى كيفاش يدفعوا قبل من 4 شهور 5 شهور يبداو تقلب ديال ستاج. انا نشرح لكم هاد اللعيبه هادي مزيانه. مثلا انا خصني نبدا ستاج في الاول ديال شهر 3، ياك امتى بديت انا كنتقلب، بديت في شهر 10، يعني 10 11 12 1 2 4 نيت هي اللي قلتي 4 شهور وانا كنقلب، راه ماشي كتبقى حتى لشهر 3 ولا شهر 2 هذاك بلا شهر 1 ما كاينش هادشي، خصوصا في هذيك البيريود ديال شهر 2 3 كاين بزاف ديال الناس اللي كيدفعوا ستاج اللي باغيين ستاج، واللي تهز راه تهز في الاول فهمتي، يعني بحال هذا هو نرسم لكم ميبيان، هذا هو العدد ديال لي كونديداتور لي ديسپونبل لي زوفر اللي كاينين في الشركات، وهذا هو الوقت، وهذا من شهر 10 حتى لشهر 3 بحال هكا كيدير داكشي، وانت غادي ولا الشونس ديالك باش تقبل شي اونتروتين كتصغار، تقدر في هاد لاكوب يدوزو الناس لاكوب اللي دايره بحال هكا، كتقدر تجي هكا وتطلع شويه، حيت في شهر في العام الاخر تيديروا لي بيجو جداد، تيديروا ستاج جداد فهمتي، ولكن انت ما غاديش تاخذ لا الشونس قبل من اكثر اقل من، حيت كنعرف كاينين شي وحدين كيقراو معايا، ماشي معايا ولكن المهم في نفس لافاك ديالي، ولقاو ستاج دابا شحال هادي، عرفتي متى لقاوه؟ لقاوه في دابا حنا في شهر 12، لقاوه في شهر 11، لقاوه ستاج ديال شهر 3، لقاوه في شهر 11 ديال هذا العام هذا، يعني كون خصكم تقلبوا قبل
حيت داكشي راه ثقيل، البروسيدور ثقيله، راه كدوز ويقدروا. انا راه دوزت واحد ستاج، نعاود لكم على الاكسبيرونس ديالي، دوزت واحد ستاج شهر وسيمانه عاد جاوبوني، عاد قالوا لي فوالا غنعطيوك واحد اونتروتيان اخر وداكشي. نكملوا هذيك الفكره ديال شفتي الشركه شنو كتعني. دابا ديسكريبسيون ديال الستاج مثلا، قالوا لك في الستاج بغينا شي واحد اللي غيخدم لينا مثلا على واحد لا تكنولوجي هذه، شي ديك لا تكنولوجي واخا ما عمرك خدمتي بها، غتمشي تقلب عليها في الانترنيت وتشوف كاع ديال التيوتو بالزربه، غير بالزربه، غير تشوف كيفاش الفكره عامه. تكون مثلا طابلو، مثلا باور بي اي، مثلا انا ما عمرني خدمت به، غنمشي للانترنيت نكتب باور بي اي نشوف كيف شنو علاش كيصلاح وشنو نقدر نخدم به، كنقدر ندير به دي طابلو دو بور هذه وكاع. الا بغيتي تصرحات تشوف الفيرسيون ديالو، بحال واحد اختنا قلت ليها خدمت بواحد اللعيبه انا ما خدمتش بها، قلت ليها اش من فيرسون، قلت ليها والله ما عقلت، فهمتي؟ وتشوفوا حتى الفيرسون. وبالنسبه للناس عاوتاني ديال الديفلوبمون راه معروفه هذيك، كتقول لي كنخدم بجافا اكليبس، كيقول لك اش من جافا، كتقول لي هذا كنخدم بجي يونيت، اش من جي يونيت، واش الربعه ولا الخمسه، المهم كي فهمتي. حاول، هذه معلومه سهله، تشوف الفيرسون ديال ديك لا تكنولوجي اللي كتخدم بها اش من فيرسون، ملي كتقول لها الفيرسون كتعرفك بانك خدمتي بها. راه ما تجيش تقول لك انت دخل البي سي وريني، لا غير لونتروتيان راه بحال هكا، ما فيش زعما تحط لك لا ماشين تقول لك يلاه خدم نشوف، وديك الساعه تتقبل، وديك الساعه بقى ديك الساعه تفرش فيديوهات وتشوف كيفاش كيخدموا بهذاك لوتي وبقى تسوار وهادي وهادي، ومن بعد صافي كتيسر لك. يعني فوالا غتكون عندك دو ديسكريبسيون، وحده ديال الشركه شنو كدير هادي، وحده ديال الستاج ديال لي ميسيون ديالك ديال البوست، باش الناس تهضر معاه غايقول لك فاش باغي ستاج، غتقول ليه انا كنقلبوا على ستاج في الداتا، حيت انت عارف بان هذاك ستاج الداتا، باش يعرف هو بانك عارف لاش دافع، ماشي غير كتصيفط وصافي وصافي. والبروسيدور هي هذه، لقيت ستاج صيفط لهم سيفي يكون زويون، المهم راكم عارفين. بالنسبه للسيفي انا كنخدم بواحد السيت سميتو كانفا، غنخلي لكم حتى هو كانفا، زوين هذا السيت هذا، حيت ملي كتبغي تموديفي ما كتحتاجش تعاود السيفي كامل، غير كتموديفي ديك المعلومه وكتعاود تيليشارجي صافي وكيطيح عندك لتحت. بالنسبه للناس اللي معكازين ولا ما عندهمش الانترنيت، فورد راه كاين موديل ديال السيفي فورد زوينين، فورد مايكروسوفت، فورد، انا قلت فورد المهم كاينين دي موديل كتيليشارجيهم ليش، السيفي راه معروف، راه كاين بزاف لي موديل في سميتو. ونقدر نزيد واحد الحاجه بالسيفي، تقدر ما يكونش عندك موديل واحد، اكزومبل واحد، تقدر تكون لا بوست دير ليها الا درتي هادو اللي كاينين في هذاك البوست ديرو في السيفي ديالك، حيت هذا هو الكريتير اللي كيديروا باش يختاروا البروفيل ديالك. دونك حاول ما امكن تكون بوست اللي دفعتي ليه يكون قريب للدومين ديالك بعدا، وداكشي اللي كدير حاول يكون سيميلار داكشي. عرفتي علاش هاد اللعيبه ديال اللي قلت لكم ديال لي موكلي؟ غنشرح لكم واحد التوشيه دي ما كنتش عارفها حتى قلبت مزيان. دابا انا شركه ياك كيجوني 10000 سيفي، عرفتي راه دوزت واحد لونتروتين قال لي راه 1500 كونديداتور اللي جات. ملي كيجيو بزاف ديال لي سيفي راه ماشي بنادم هو اللي كيشوف هذوك لي سيفي في المره الاولى، المرحله الاولى كاين واحد الفلتر كيفلتري هذوك السيفيات، كيجيو بزاف ديال السيفيات، كاين واحد السيستيم كيفلتري هذوك السيفيات انفورماتيك، ماشي انسان. وعاده من هذوك ال1000 اللي جاوا كيخلي غير 200 سيفي اللي يبان. علاش؟ اش كيدير هذاك السيستيم؟ ساهل، كيدخل للسيفي وكيقلب على لي موكلي اللي عندهم غولاسيون بهذاك الستاج، مثلا جافا كيقلب على جافا واش مكتوبه في السيفي ديالك، كيقلب على اس كيو ال واش مكتوب، لينكس واش مكتوب، فهمتي؟ الا كانوا هاد المعلومات كيخلي السيفي يبان للشركه، ما فيش هاد المعلومات كيتلاح، الشركه ما غاديش اناليزي مليون سيفي وفي الاخر تلقى بان كاينين ديال السيفي اصلا ماشي كومباتيبل مع هذيك لوفر، المهم هذه خصكم تعرفوها، ومن الاحسن يكون السيفي بيرسوناليزي لهذيك لوفر. ماشي كنقول لك دير 10000 سيفي، دير جوج ولا ثلاثه مختلفين شويه، مثلا واحد 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 لوفر باغين فيها مثلا شي واحد كيخدم ب اس ا بي مثلا، زيد هذاك لو مو كلي ديال اس ا بي باش ملي يجي هذاك الفيلتر طن غيضرب على اس ا بي يلقاها كاينه، غير خلي السيفي ديالك يبان. ولا عندك شي اكسبيريونس ولا شي باركور سكولير اللي درتي في اس ا بي ولا شي فورماسيون، حاول تخليها هي واحد بحال تبان مزيان وديتاييها، ولكن ما تكثرش حيت اصلا ما يكفيكش تكون كليغ فوالا. والسيفي ما عمرك كنت تفوتو فيه جوج ورق، ديرو ما كايناش ورقه انا الشيء الا كتبت شنو الا لخص السيفي ديالي خاصني على الاقل جوج ورقات، حيت كاينين ربعه الخدمات وكاينين ستاجات في ثلاثه شركات انا ما عرفت ربعه، وكاينين جوج ديال لي ماستر وكاين واحد لي سيرتيفو داكشي، ولكن ما درتش جوج ديال لي باج، درت غير باج واحد ولخصت فيها داكشي بزاف ودرت باج واحد صافي. انا لحد الان تقريبا مازال ما لقيتش زعما ستاج غير ممكن تجي، ولكن غالبا كاينه شي حاجه
حيت كانوا واحد الشركه قالوا لي زعما راه ان شاء الله زعما غالبا غتكون شي حاجه غير نشوفوا بعدا شي تخربيق وداك الشيء. المهم نقول لكم المراحل. المراحل هو بوستولي في الستاج لقيته حتى كيتصوني عليا واحد النمره الو والتليفون ديالكم خصو يكون ديما هذوك الناس اللي كيجاوبوش دوك النمر اللي ما كيعرفوش حاولوا تجاوبوا هاد النمر اللي ما كتعرفوش حيت غالبا كيكون ستاج. انا معاك ما كنبوستولي شي حاجه كدوز واحد يومين كتصون واحد النمره ما كنعرفهاش كنعرف 100% ستاج. واحد النهار واحد رسونا لي 100 مع 8 ديال الليل واش عارفوا كاين شي وحدين كتلقى حتى كيسالي عاد كيصون عليك كيقول لك سمح ليا وهذا ولكن انت خصك تكون ديسپونيبل كتقول لي ماشي مشكل نهضر معاك وداك الشيء. كل كيعيطوا نهار السبت كل كيعيطوا نهار السبت ما مشغلهمش حيت كاين واحد الشركات عندهم الضغط ما كيلقاش الوقت فين عيط سورتو واحد ستاج نعاود لكم دوزتو في ستراسبورغ قال لي 1500 واحد اللي كاين وخصو يعيط لكل واحد وخصو يفاليدي مع كل واحد. المهم عيط لي خونا في التليفون قال لي فوالا انا الشركه كذا كذا راه دفعتي لواحد ستاج كذا 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 كتقول لي اه واخا انت ما عاقلش كتقول لي وي راه دفعت لكم وهذا. وفاش كيكون كيهضر معاك ورقه وستيلو وكتكتب كتكتب مثلا المعلومات اللي غيعطيك يقول لك مثلا انا راه من سوبرا كتكتبها سمي ديال الشركه راه فوالا راه كنقلبوا على واحد واخا تقول لي الباركور ديالك كتعطي الباركور ديالك وفي الاخر كيقول لك راه غادي نصيفط لك ايميل فيه لانفيتاسيون ديال التيست تكنيك اللي قلت لكم غادي دوزو من بعد كيقول لك انت تقدر تكون ديسپونيبل انت ديجا حل البلانين قدامك ديال لافاك ديال كتقول لي غنكون امكون ديسپونيبل هنا وهنا وهنا سينو هو كيقول لك كيصيفط لك ايميل كيقول لك فوالا ها هما لي دات اللي هما ديسپونيبل فيها وكيقول لك اختار وحده وانت كتختار وحده. من بعد ملي كتجي دوز هذاك التيست تكنيك يعني كما قلت لكم خصكم تكونوا عارفين الشركه والديسكريبسيون ديال البوست. من بعد صافي التكنيك كدوز كتجي التكنيك غالبا كتكون فيه نص ساعه مينيموم ديال الفيزيو بحال هكا نص ساعه دي فوا 45 دقيقه وراه ماشي غير انت اللي كيسولوك في هذاك راه دي فوا حتى انت كتسول. وحاولوا بحال دابا حنايا مثلا لي زيترونجي حاولوا ملي عيط لكم الار اج سولوه واش هذاك ستاج بري امبوش الا ما كانش بري امبوش بلا ما انا كنقول بلا ما ديروه ما عرفت ما من الاحسن الواحد ياخذ ستاج بري امبوش فهمتي باش يضمن راسو. انا لا انا الشيء هذوك كاملين اللي قلبت عليهم كلهم بري امبوش كلهم على حسب لي دومين حيت كاين لي دومين اللي ما كاينش بري امبوش دير ستاج صافي تكون ستاج الا عاوتاني دابا انا مثلا عندكم دو زوفر وحده بري امبوش وحده ماشي بري امبوش خذوا ديال بري امبوش المهم بالاحسن الا عندك. واحد السؤال اللي خصكم تسولوه انا كنقال لي واحد الدري السؤال اللي خصكم تسولوا الار اش قول لهم واش كديروا ديك لا بروسيدور ديال شونجمون دو ستاتي ديال لي زيترونجي حيت علاش حيت الشركه ملي كتخدم واحد ايترونجي بحالنا حنا راه كتخلص واحد الفلوس للدوله باش تخدمك انت وما تخدمش واحد ولد البلاد. الشركه كتعطي الفلوس وكتبروفي الشركه كتبروفي للدوله بان هذاك البروفيل اللي بغينا راه هو هذا السيد كتبين لهم بانها ما لقاتوش في فرنسا مثلا هو راه ما يمكنش الدوله تيقك ولكن عارفه بان فهمتي المهم الشركه بويسك خلصات هذيك باش بحال اللي قلتي يكون الشوماج عندهم فهمتي بحال كيبوسيو الشركات باش يخدموا ولاد البلاد عاد الا ما كانش ولاد البلاد عاد نشوف شي واحد ايترونجي فهمتي داك الشيء اش كيخليهم يخلصوا هذاك يعني انت من الاحسن الار اش تسالي وكاملين وتقول لك واش عندك شي سؤال قول لها اه قول لها واش زعما واش زعما كتف راسكم بان راه كاين داك شونجمون دو ستاتيو اغلبيه اللي هضرت معاك كيقول لي وي راه ماشي انت اول ايترونجي غيدخل عندنا راه عندنا خصوصا الا كان شركه كبيره بلا ما تسولها كاع واش كيديروا بحال مثلا كاب جيميني بحال اتوس بحال سوبرا ستيريا بحال سي جي اي هادو راه مفرقعين عندهم لي زيترونجي تما يعني عارفين بانك راه الا دخلتي وتقبلتي غيديروا لك شونجمون دو ستاتيو من بعد. هاد الفيديو غنطولوه شويه حيت فيه بزاف ديال المعلومات اللي غيتقال. صافي هي هذيك جاني النهار ديال لونتروتيان وجدت لي نوت ديالي دخلت لليان هضرت مع السيده طاب طاب اش كدير هادي درت هادي درت هادي كتعاود ليها السي في ديالك السي في ديالك الا ناسي انت شنو درتي حاول تحلو غير في الجنب بحال هكا كوم فونيت بحال هكا مره مره بقات لوح عينيك شوف زعما باش تشوف الترتيب شنو درتي في هذا الستاج راه كتهضر على داك الشيء سطحي راه ما كدوش الدخول وحاول الهضره تكون ستركتوري تبدا من سوا من لا فورماسيون اللي درتي سوا من فوالا ليكسبيرونس بروفيسيونيل سوا من اخر عام شنو درتي فيه بحال داك الشيء كيمشي كرونولوجيك بحال اللي قلتي كتقول بدا ديما بدا بالليسونس خديت الليسونس في 2000 وكذا من بعد درت الماستر في هذا اللي هو هذا من بعد درت واحد ستاجات فهمتي بحال هكا تك 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 درت واحد ستاج واحد الشركه هنا في فرنسا درت فيها هذه مثلا تقدر تقول لها في المغرب درت واحد ستاجات ديغون لا ليسونس ديالي في الصيف في هذا الدومين هذا وهذا وشفنا هاد لي زوتي هادو خدمنا بهادو من بعد عاوتاني تقول لها في هذا الماستر هذا راه حنا كنقراو على هاد لي زوتي ودرنا بامال زعما دو تي بي في هاد فهاد اللعيبه هادي وهادي صافي هي كتقد تسولك وحاول مثلا
الا عطاتك شي سؤال فشكل حاول ما تخربقش عادي قول ليها وي وي راه شفنا وحاول ما تكذبش والا كذبتي حاول تكون على بال فهمتي حيت دي فوا تقدر تكذب كتقول لك واش خدام هذا كتقول ليها اه كتجي تقول لك اش من فيرسيون خاصك تقول ليها اش من فيرسيون كتقول لك واش ديجا درتي بها شي حاجه كتقول ليها اه داكشي علاش قلت لكم تشوفوا فيديوهات على داك الوتي قبل كتقول ليها انا دي فوا فاش ما كنكونش عارف شي حاجه كنقول ليها اه راه شفتها وداكشي وانا راه غير شفت غير فيديو عليها مثلا وكتقول ليها وي كتدخلي هنايا وكتكري واحد الطابلو وكذا وكتلينكيه صافي هي كتعرفك راه كتشك فيك واش كتكذب ولكن كتقول واخا كيكذب كيعرف يكذب حيت هما راه كيكذبوا بيان سور راه هي فاش دخلات فاش كانت باقا صغيره ودخلات لهذيك الشركه حتى هي تلقات عليهم المسيح صافي ملي كدوز هذاك لونتروتيان كتقول لك سي بون راه غادي نعطيوك واحد لا ريبونس من هنا لسيمانه انت من هنا لسيمانه راه ماشي تقد تسناها راه عندك دي زونتروتيان مع شركات اخرين راه بزاف راه خاصك انا واحد النهار دوزت جوج في نهار واحد قطعت معاها صنعوا عليا الاخرين نقول لكم شحال دوزت انا في التوتال دوزت هادو اونتروتيانات زعما دوزتهم غنكون دوزت شي خمسه ولا سته في غان يعني انا ما دوزتش بزاف ودوزت واحد في ستراسبورغ ودوزت واحد واقيلا واحد في نونت ودوزت واحد في باري واحد جوج شركات معروفين كيفاش كيدوز لونتروتيان ديالهم سي جي اي كيصيفطوا لك جوج ديال لي تيست قبل ما يدوزو معاك كيصيفطوا لك جوج ديال لي تيست خاصك ضروري تفاليديهم هاد جوج ديال لي تيست عاد كيزيدوا يهضروا معاك حيت الشركات الكبار ديما كيديروا واحد تيست في الانترنيت كدوزو هاد التيست ديال لونجلي الصراحه لا ماشي ديال لونجلي ديال الفرونسي ديال الفرونسي سي جي اي ديال الفرونسي الصراحه صعيب شويه الصراحه كيعطيوك واحد انتي ما عقلتش واش افونسي ولا انترميديير ولا المهم اللي عيان في الفرونسي ولا شي حاجه يقلب على شي صاحب وصاحبته قاوريه هي اللي دوز التيست عيطي لها غير البي سي ويتكونيكتا ولي ترونسفي لها الايميل وهي تدخل وهي دوز وبقى مريح ذاتها دوز هادشي اللي خاصكم ديروا والتيست الثاني انا الصراحه في التيست الثاني كيكون بسيكولوجيك واحد تيست دو ريزونمون كيبدا يعطيك هذوك لي دومينو كيعطيك مثلا هاد خونا عنده طوموبيله زرقاء وصاحبته عندها بيكالا صفراء شنو عند راجل جدتها شي لعيبه بحال هكا المهم داكشي بحال قلتي دو ريزونمون من الاحسن ترينيو شويه في اليوتيوب قبل ما تدوزو هاد التيست فوالا انا دوزت هاد الجوج هادو هذه بالنسبه للسي جي عاد من بعد كيدوز معاك التكنيك وداكشي بالنسبه لكاب جيميني العكس ما كيعطوكش التيست ديال الفرنسي كيعطوك التيست ديال لونغلي والصراحه التيست ديال لونغلي انا جاني تقريبا سهل المتناول في المتناول فيه واقيلا 25 دقيقه في 25 دقيقه شي حاجه بحال هكا ودوزتو بالزربه طق 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 كيبداو يعطوك واحد الاوديو الناس اللي دوزو التي سي اف تقريبا بحال التي سي اف ولكن بلونغلي فهمتي مش متوش باي بليت ولا باي بيلت ولا شنو لا حيت دي فوا كيكون شي وحدين مديفلوبينو عندهم ديالهم فهمتي كاينين شي وحدين كيش كيديروا كيعيطوا على الشركات هذه هي الخدمه ديالهم تبيعوا لهم ديك كيدو لك تيست كيبيعوا لك تيست هذا ديال التيست ديال كاب جيميني فاش دوزتو جبت فيه واقيلا سي ان يمكن ملي كيخرجوك لي ريزولطا كدير ليها واحد ترونسفير وكتقول لها فوالا انا دوزتو وملي دوزت هذاك التيست قالوا لي صافي راك دوزتي زعما فتي لو سوي ديال الناس اللي بغينا في التيست ديال لونغلي دابا تيست تكنيك ولكن ما مشيتش ليه قالوا لي اليوم واقيلا غدا عندي التيست قالوا لي ولاد حام قالوا لي بريزونسيال يعني خصني نمشي عندهم الشركه ولكن ما نمشيش المهم بالنسبه انت قلتي دويتي على الناس اللي تمشيو تقدر بريزونسيال اكزاكتومون تمشي اون بريزون تمشي للشركه سيت ولا الشركه ولا البيرو ولا السياج حاول تمشي نقي ياك تكون لابس مزيان ماشي كنقول لكم لبس كوستيم ولا شي على حسب البوست ديالك كوميجا كنتي في الكوميرس تلبس كوستيم كنتي في التكنيك تلبس قميجا تلبس شي حاجه المهم كوريكت وتكون ديما زين تكون ديما وتكون ما كاينش داك الشعر تقولوا لي لا هنا في الغربه ما كيشوفوش داك الشيء وداك الشيء تقدر تكون شعرك ولكن نقي تكون ناضي الصح تيقولوا هذا راه سيريو هذا راه فوالا كيقولوا منظر ولا ريسبونتير ضروري تدوي ضروري كيشوفوك واش انت موتيفي واش انا دابا كشركه جاني واحد مجرتل وجاني واحد ضرب الحطه ناضي مقاد ديجا معاك تدخل ديجا خديت عليك واحد الفكره خايبه وخديت فكره زوينه على الاخر وسولت واحد البنت دازت دوزات هاد التيست هذا ديال كاب جيميني قالت لي راه غير كتريح كيعطوك واحد الطابلات فيها بحال كيو سي ام وفيها بعض لي زيكزيرسيس ودغيا كدوز تكت و الا دزتي هذا يقدروا يدوا معاك اونتروتيان اخر هو الاخر كل شركه وشنو كدير المهم تعول على ثلاثه ديال لي زونتروتيان ولكن الصراحه انا كاع هادو اللي دوزت كلهم دوزتهم ا ديستانس وكلهم دوزتهم تيست تليفونيك تيست تكنيك جات لا ريبونس من بعد ومن بعد واقيلا واحد الشركه قالت لي راه نقدروا نشوفوا معك شي حاجه خصنا غير نشوفوا شي وراق وداك التخربيق
قلت لهم صافي وفوالا. وملي كتبدا الستاج كيقدروا يسولوك كيقولوا لك واش عارف شحال كيشدوا لي ستاجير. انا ما بغيتش نعيق عليهم، قلت لهم فاش قلبت في الانترنت لقيت بان الستاج دو فان ديتود فيهم ما بين 1000 و 1200 يورو على حساب واش ليسونس برو ولا ماستر. كندوي على الماستر دابا انا، وبالنسبه لليسونس جو بونس كيكون قل. وكل شركه وشحال كتبغي تعطي، كاين اللي كتعطيك 1200، اشوف الاغلبيه كيعطيو ما بين 1000 و 1200 ولكن مينيموم ليغال. مينيموم ليغال راه 600 يورو ما كملش، يعني راس الا بغى يعطيك 600 يعطي لك. ولكن الماستر كندوي على الام 2 عندكم ما بين 1000 و 1200 قال لك 1000 توكل على الله، قال لك 1200 توكل على الله. واذا جات عليا انا مثلا لقيت غير اوفر دو ستاج وحده شي يقولوا لي ما نخلصوكش غادي نمشي. علاش؟ حيت حنا خصنا نفاليديو الدبلوم ديالنا باش ندبروا على راسنا. ما يمكنش غيقول لك لا حنا واخا ما يمكنش كاع ما يخلصكش، راه مينيموم يعطيك 600 يورو، ولكن راه ما يمكنش يعطيك 600 يورو. اما ملي كتحولنا النت راه كتهبط واحد شويه، راه ما كتهبطش بزاف. يعني ما عندكش لي طاكس عليها بزاف. ما عندكش لي طاكس عليها بزاف، كطاكس على ديال الاسيورونس ديالها، كاين الاسيورونس ديال الخدمه ولا الاسيورونس ديال هذاك لا روتريت. كتدخل فيها ستاج كيدخل فيها ستاج راه كيتحسب، بحال اكسبيريونس فهمتي. راه مثلا هذوك اللي كملتي معاهم مثلا خدمتي معاهم ما غاديش تبدا ليكسبيريونس من نهار فاش سنيتي السي دي اي ديال، غتبدا ليكسبيريونس من هذيك 6 شهور كامله اللي ضربتي. يعني الا زدتي 6 شهور اخرى غتسمى خدمتي معاهم عام، حيت بيان سيغ راه في الستاج راه كتكون بحال خدام. وحتى فاش كدوز ستاج الا بغي الا يديروا ليك سي دي من بعد ما عندهمش الحق يديروا ليك بريود ديس، حيت ديس ديجا دوزتي في الستاج. يعني كتسني سي دي انيشن كونفيرمينيشن، ماشي اش غيتيستيو فيكم ما تيستوكس شهر فهمتي. داكشي علاش كنقول لكم حاولوا تلقاو شي حاجه بخيون بوش كتحيد عليك بزاف ديال المشاكل. المشكل الاول هو انك ديجا تيستيتي، المشكل الثاني هو انك ديجا حافظ لي طاش ديالك، ما غاديش تحتاج عاوتاني تمشي شي شركه وتانتيغرا فيها وتعرف على ليكيب. داكشي راه مريض، راه جربته هنايا فاش كتمشي من شركه لشركه. دوك الايامات الاولين ولا ديك الشهرين الاولى كدوز عليك مريضه، كتكون يلاه كتعرف على الناس، كتكون يلاه كتعرف على لي طاش، كتكون لا شونس باش ان طيح فيك واحد لاطاش اللي صعيبه شويه فهمتي. هذاك حتى لانتيغراسيون مع ولا انتيغراسيون وعلاش انا ما نخدمش مع واحد الشركه ديجا مانتيغري معاها وديجا عارف البلان ديالها وداك الشيء. من بعد عاوتاني انت ضربتي معهم واحد العويم، عاودتي لا كارت سيجور ديالك، ديك الساعه عاوتاني قلب على راسك. ما قلتلك شي شركه اخرى عاوتاني غتعطيك سالير كثر سير ليها. وكنصح الناس زعما انهم يبداو ينقزوا من شركه لشركه. علاش؟ حيت الصالير ديالكم كيبقى يطلع، يطلع بواحد السرعه كبر من الا بقيتي في الشركه، كبر من الا بقيتي في الشركه بزاف، ماشي غير شويه فهمتي. مثلا دابا انا خدام مثلا ب 10000 درهم باش نطلع ل 12000 درهم في نفس الشركه صعيب، وتقدر تاخذ ليا حتى 5 سنين حتى اكثر. باغ كونتخ انا دابا خدام في شركه ب 10000 درهم ودفعت لشركه اخرى، راه ملي عيطوا عليا راه عارفيني شحال كنشد، يعني راه معولين غيعطوني اكثر. ونقدر ننقز في شهر من 10000 درهم ل 12000 درهم. هادشي راه كنقول لكم باغ اكسبيرونس. عاوتاني ديك الشركه اللي خدمت فيها ب 12000 درهم باش نطلع ب 14000 درهم غتخصنا واحد 5 سنين. لا انا غنضرب مع دوك 6 شهور ولا عام ولا عامين كاع غتبان لي شركه اخرى غنمشي عندها غادي تقول لي غالبا غتعطيك اكثر من 12000 درهم. داكشي علاش الواحد خصو يبدا ينقز 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 حتى يطيح في شي شركه اللي كبيره مثلا، ماشي شي شركه اللي مكعكع، شي شركه اللي غيجي الكوفيد غادي تكعكع وغتجري عليك. ملي يلقى راسو فواحد الشركه اللي كبيره والصالير زويون وكاين شويه لا فورماسيون داكشي، ديك الساعه يبقى معاها والواحد ديك الساعه كيستقر. المهم راه عطيتكم بزاف ديال المعلومات على هادشي، وتقدر الا بغيتي فواحد جوج دقائق تقول لنا ليكسبيريونس ديالك كيفاش. ما تحرموناش الدراري من لي لايك لي لايك ها جوي ما شيري جوي ما انت شوف تهبط باش تضربوا انت 5 5 20 تتفرجني دابا باش تضربوا تضربوا هاد الجويمه. ومن التحت ني تكمل معاك شي كومونتير، واهم حاجه لا كلوش. هو راه دار الماستر. المهم قول لهم واحد ليكسبيريونس في من حي ديال لي ستاج في العام الاخر ديالك في الماستر. اوكي العام الاخر في الماستر كنت والدومين ديالك. اوكي نبدا بالدومين ديالي باش تعرفوا علاش كندويو. الدومين ديالي سيستيم امباركي، درت ماستر في سيستيم امباركي في ميلوز في لينسيزا. ميلوز راه حدا ستراسبورغ وساعه بيناتهم. ساعدينات ما كاينش بزاف. ولوطوروت فابور ما عندوش بياج. لوطوروت فابور ميلوز راه زوين، راه فيها واحد الفيليار ديال لانفورماتيك ديال المياج. فيها مياج فيها بزاف ديال الفيليار، فيها بزاف ديال لي دومين ومزيان في الحقيقه. هم كلاسين هما 28 فرنسا يعني راه مزيان، ولكن القرايه قاصحه قاصحه.
في ستاج كان عندي خصني نبدا في شهر جوج مي بدي شهر جوج يعني الاغلبيه كيبدا شهر جوج ولا شهر ثلاثه حيت فيه 6 شهور باش يلاه يتسالف شهر 8 بديت نقلب من شهر 10 كنشوف لي زوف كندفع شهر 10 ما دفعتش بزاف دفعت شي 5 ولكن شهر 11 شهر 11 كل نهار كان ما كاين 5 دقائق تتاخد صافي ساهل على جوجل ولا اللي بغيتي اي بلاصه المهم دفع دفع السيفي ديالك تبان لك فورم بوست حدا اخر دفع تشوف هذا تبان لك شي بوبليكاسيون تسول بنادم تسول لي بروف المهم دفع تبقى دفع 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 حتى يجيب الله تيسير من بعد جاوبتك شي وحده من بعد في شهر 11 دفعت شهر 12 هما يجاوبوني وحدين وهذا الستاج هذا اللي كيفاش البوست كيفاش لقيتو كنت درت ليسونس بروف ليون ياك في لا دوا الناس اللي كيعرفوا يونيفرسيتي ليون 1 وهما تصيفطوا كاين واحد لابلاتفورم كيجيو لي زونتربريز كياخذوا لي سي في ديال الناس ولا تياخذوا لي كونتاكت ولا لي بوست اللي تي اللي بغاو لي زونتربريز يحطوا دونك هما كونتاكتاو الشركه الفورماسيون ديالنا ليسونس ليسونس بارطاجو لينا لوفر دونك انا دفعت ليه ساشون كو هذاك ليسونس سي لي شفت عامين قبل وصلني الميل كوميل يعني راه ديما كيبدا كيبقى الكونتاكت ديالو من عندك تما حيت هما بحال اللي كيصيفطوا بوست جينيرال شفتو كاع لي ديبارتمون كي المهم دفعت ليه وعيط ليا توصل لونتروتيان تليفوني تليفونيك شنو كدير واش كدير باش يعرف ضروري تعرف شنو كاين هذا ماشي ايغاش حيت هذه كانت واحد بي ام واحد لونتربريز فاميليال هذاك يعني يقدر يكون هو اللي غيدوز لك التكنيك هو اللي غيدوز لك كلشي صافي ومن بعد قال لي خصك تجي اليوم باش نشوف صافي مشيت الساعه ما كان لا كوفيد لا والو راه كيعاود لكم شحال هذا المهم انا فاش مشيت 2018 في شهر 12 2018 باش ندوز لونتروتيان يعني ما غالبا دوك لي تيست ما كانوش ا ديستونس وي كان ضروري خصك تمشي دوز لونتروتيان مزيان وي بروبوزي لي نيشان كونفونسيون ستاج قال لي نقاد هذيك الساعه جاوبني كوبي لا كوبي لا اكسيون 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 اون فوا قال لي نقدر ندير لي كونفونسيون ستاج انا صيفطت ميل ل ريسبونسابل دو فيليير ديال فوال اكزاكتومون كاين واحد السيرفيس ديال كاين واحد السيرفيس ديال لي ستاج في كل يونيفرسيتي كيعطيك هو لي زيتاب لي غادير داكشي سهل قبل ما تخرج صيفطت ميل ريسبونسابل ديال الفيليير باش نعرف واش ستاج داخل في فورماسيون زعما واش فاليد ولا لا صافي قالوا لي وفي بيروس كاين سيت بلاتفورم ديال تعمر كونفونسيون ستاج ما محتاجش شي هما اللي كيسنيو لك في الاخر كتعمر البلاتفورم كتعمر غير المعلومات ديالك والمعلومات ديال ستاج وكيتجينيرال لك واحد البي دي اف هو اللي فيه كونفونسيون هو اللي كتسيني فيه انت بالنسبه لي انا كتسيني فيه انا وشفت فيليير ديالي ولو تيتور بروفيسيونيل ديالي ريبريزونطون ديال ديك الشركه والريبريزونطون ديال لافاك ديالي خمسه ديال الناس اللي كيسنيو من بعد كان في امكاني نتسنى وحدين اخرين وحدين حتى هما جاوبوني في شي دوز سما اونتروتيان في سكسبي في اكس اون بروفونس من ميلوس مشيت تما ديبلاسيت الوغ كو كان ديجا عندي لقيت ستاج باش نعرف فهمتي فوالا تقدر يكون هذاك الثاني اللي لقيتي حسن من الاول وما تحشموش مثلا فاليديتو مع شي وحدين وجاك شي وحدين اخرين كتقول ليه اسمح لي راه قبلت واحد 6 اشهر هادي ماشي مشكل صافي ولكن بقيتي مع هذاك اللي تسولتو وما عطاو نفس الصالير صافي وبقى معاهم وضرب معاهم ديك السيمو ولكن ما كملتيش معاه ما خدمتيش معاه لا ما خدمتش معاه بعد مشيت صافي ودبر على راسو بالنسبه للناس ماشي بالنسبه للناس اللي لقاو بخيون بوش لقيتي بخيون بوش ولا ما لقيتيش بخيون بوش ما تثقش حيت راه كيقول لك بخيون بوش يقدر وي حتى انا قال لي بخيون بوش وفي الاخر يقول لك لا حكه بحال هكا انت اش غدير باش حيد هذا ملي تبقى لك شهر باش تسالي الستاج ديالك حاول تهضر مع التيتور ديالك قول ليه واش كاين شي ولا قول ليه واش كاين شي ولا ندبر على راسي من الاخر بحال هكا قولها لي قال لك كاين شي دبر على راسك قال لك لا راه ما كاين سميتو دبر على راسك المهم غادي يمحلني في المونتاج ديال الفيديو وما تنساوش لايك الدراري تابونا باش عاوتاني تموتي انا راه ملي كنلقى لي لايك وسميتو كنتموتي ما كنلقاش كنبقى نسميتو ورجي عاوتاني شي فيديوهات جي سويتس ناضيين وفي الاخر غادي نخلي لكم واحد الدويسك ديال مهيدو واحد الشاب الاخ ديال انس اللي بدا في الراب تقريبا فوالا تراب بغيناكم تدعموه فهمتي نخلي لكم انستغرام ديالو الناس اللي عندهم مع التراب ومع الراب مهيدو اخو انس تعرفنا غادي جابس ما قلت لي راني مليت كورونا كنقول صافي غنمي راسي عامر بلان كل اطلام في الصباح كيبان في بيت شحال كميش ملي صافي بديش كنفيزي هولي داي في الدار ساهي كل انهار